تعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. ان الله يحب العبد التقي الخبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين يوم القيامه فيوضع في الميزان فلا يزل جناحه. ايام المسلمين يقولون القرش الابيض اليوم الاسود. ونحن ما نعرف ايش نعمل. قال اهتزوا خافوا ولا منهم شده الصدقه فرفض الله من الآن في جامعة أبو زعيان في محاضرة. بداية أتقدم بالشكر لهذه القناة الكريمة التي حضرت والتي هي سباقة في مواكبة الأحداث. نريد من هذه المحاضرات أن تعود المساجد إلى دورها العظيم في غذاء الروح وتنقية الفؤاد كما ورد عن ربنا جل جلاله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فنحتاج إلى تثبيت الأفئدة وتطمين القلوب وإخشاع الفكر وإعماله في زمن كثرت فيه الفتن والتيارات. أسأل الله أن يحفظنا وأن يوفقنا وأن يعلق قلوبنا دائما بقلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. تشرفنا اليوم في جامع أبو زعيان النجماوي في منطقة الصناعة القديمة بقدوم شيخنا الدكتور الفاضل فهد طلال الخالدي الذي أقام لنا محاضرة قيمة في فضل ليلة النصف من شعبان، في فضلها وصيامها وقيامها. فالحمد لله الذي أنعم على مدينتنا مدينة الموصل الحدباء بالعلماء، والعلماء هم ورثة الأنبياء. هؤلاء العلماء الذين دائما يسيرون في سير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في نشر الاعتدال والوسطية. يتحفنا الشيخ الدكتور بكلام نفيس يدعو فيه الناس إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى تصفية القلوب وإلى توجيه القلوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأننا مقبلون على أيام جميلة جميلة جميلة، أيام النصف من شعبان، حيث أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأيام ترفع فيها الأعمال. وكان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بهذا اليوم اهتماما كبيرا، فكان يصوم ذلك اليوم لينقطع عن هذا العالم، لينقطع عن العمل وينقطع عن الكلام الذي لا يؤدي إلى نتيجة، كما هو حال العالم الآن يخوضون في أحاديث لا طائل من ورائها. فالإنسان في هذه الأيام يجب أن يكون مع الله سبحانه وتعالى قلبا وقالبا ولسانا وفكرا وذكرا.